مشاهدينا ومتابعين نجوم مصر في كل مكان، معاكم دلوقتي من مدينة الإنتاج، وزي ما انتم شايفين حريق كبير داخل الحي الشعبي، لكن طبعا لازم نوضح ان ده مجرد ديكور لحد الأعمال الفنية التي يتم تصويرها حاليا. الحماية المدنية اتعملت بسرعة وبعتت عدد كبير من سيارات الإطفاء، ووصلت 8 عربيات حريق اللي شغالة حاليا للسيطرة على الحريق. وأحماد النيران، لكن لحد دلوقتي النار لسه مش تحت السيطرة بالكامل. المصدر اللي اتكلم معانا من داخل المدينة أكد الحريق حصل من ديكور تصوير، وأن السبب لسه غير معروف. والتحقيقات هتبدأ بمجرد ما الحريق يتم السيطرة عليه بشكل كامل، لكن لحد الآن ما قدرينش يسيطروا على الحريق، لأنه زي ما حضراتكم شايفين حريق ضخم جدا. زي ما حضراتكم شايفين الحماية المدنية ما قدرتش تسيطر على الحريق، حريق كبير والدخان مال السماء كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يسترها يا رب.
انا فوق الكوبري بس فوق الكوبري. كوبري المفاريك ده. من هنا من قدام من قدام. ربنا يسترها يا رب ويقدر يسيطر على الحريق. والحريق داخل الحي الشعبي داخل مدينة الإنتاج. الحماية المدنية ما قدرتش تسيطر على الموقف ولسه النيران مشتعلة. النيران كلت كل النار كلت كل حاجة حتى الجدران كلتها.